ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد، تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده المراجعه النهائيه سنه رابعه ابتدائي منهج كونكت بلس، المنهج الجديد اكسرسايز اون ري ارينج. هنا بيقول ري ارينج ذا فولوينج ووردز تو ميك مينينجفول سنتنسز. رتب الكلمات دي علشان تكون جمل مفيده ليها معنى. احل السؤال ده ازاي؟ اول حاجه افتح عينيا كويس واشوف جملة عادية ولا سؤال، اترجم الكلمات كلمة كلمة من الشمال، ممكن كمان اكتب معنى كل كلمة فوقيها بالقلم والرصاص علشان اقرب المسافات لنفسي. تمام، بعد كده اشوف جملة عادية ولا سؤال. جملة عادية يبقى بطبق قاعدة تكوين الجملة العادية اللي هي subject verb object، يعني فاعل فعل مفعول. هبدا بالفاعل ثم الفعل ثم المفعول. لو سؤال هطبق قاعده تكوين السؤال واشوف سؤال بقى يبقى الاستفهام، يبقى الاستفهام فعل مساعد فاعل فعل في الغالب، يا اما سؤال بقى بفعل مساعد يبقى فعل مساعد فاعل فعل. انا هوضح كل حاجه دلوقتي واحنا شغالين. هنا نمبر 1 نقرا كلمات مع بعض. دي ستيتمنت، جمله خبريه. اوكي، live يعيش، I أنا، governate محافظة، see بحر، the الألف واللام، red أحمر، إن يعني في. قريت الكلمات، يلا نحل مع بعضينا. تمام، change the color نغير اللون، اديها المرة دي green، ينهار أبيض على اللون ده. أوكي، يبقى هقول إيه؟ I دي جملة عادية، كل ما أكتب هقول أنا إيه، بسأل نفسي ايه. لجملة عادية يبقى subject verb object، انا ايه، يبقى live اعيش الفعل بتاع I live ال I V E I live ايه، انا بعيش فين، يبقى in ايه، يبقى in the red sea، انا بعيش في محافظة البحر الاحمر، يبقى the red sea governorate. okay تمام، بعد ما اخلص اعد الكلمات اشوف الدنيا مظبوطه ولا لا. اي خلاص، 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7، الدنيا مظبوطه، الدنيا مظبوطه معايا. تمام، بعد كده اقرا جمله اشوف المعنى مظبوط ولا I live in the Red Sea governorate. اوكي، يبقى الدنيا مظبوطه. تمام، نمبر 2، يا ده سؤال، خلاص كده عرفت السؤال. يبقى ايه ده؟ ده سؤال بدل يبقى ده استفهام، يبقى ده استفهام فعل مساعد فاعل وفي فعل ماشي مفيش حسب الجمله. تمام، نقرا كلمات مع بعض. دام يعني سد، وير اين، ذا الالف واللام، هاي عالي، اذ يكون. تمام، نبدا نحل. هقول ايه؟ يا وير يعني اين، where w h e r e اين ايه، الفعل المساعد ينزل على طول دايما is و are تاني كلمه. where is ها السد العالي، the هاي دام السد العالي في اسوان، يس يبدا بحرف كابيتال، الاثنين يبداوا بحرف ايه، كابيتال. يا وحط ايه question mark، لازم اقفل جملتي ما اسيبش الجمله مفتوحه كده. اوكي، اقرا الكلمات، اقرا الجمله. where is the high dam، اين السد العالي، الدنيا مظبوطه معايا. تمام، نمبر 3، it's a statement يعني جملة خبرية. تمام، نقرا كلمات مع بعض. governorates يعني محافظات، there وحدها يعني هناك، لكن مع is أو are معناها يوجد، يبقى there are على طول يعني يوجد لجنب. تمام، 27 27 Egypt مصر، are يكون، in يعني في. تمام، اوكي، يبقى هقول ايه، change the color نغير اللون. Yeah. There تاخد R على طول، دايما is و are في يعني ايه تاني كلمة في الغالب يعني. There are ايه، يوجد ايه، الرقم بيجي الأول، يوجد 27، yes 27 ايه، yes 27 محافظة، وطالما 27 يبقى على طول كلمة جمع آخرها اس، يبقى 27 governorates
yes governorates يوجد yes there are 27 governorates ها huh? yes in Egypt في مصر in Egypt E G Y B T يوجد 27 محافظة في مصر عادي الكلمات الدينية مظبوطة معايا تمام number 4 yeah it's a statement جملة خبرية تمام نقرأ الكلمات عشان أكون فكرة عن معنى الجملة هيكون إيه biggest يعني الأكبر دايما الصفة اللي آخرها إيه الستي اللي بيجي قبلها زغزغها ذا يبقى دايما تشوف الكلمة آخرها إيه وتشوف إيه اللي بيحركها الإي إس تي بتزغزغها زا يعني هتيجي قبلها على طول عشان دي مقارنة بين واحد ومجموعة وقبل الزا هيجي إز لأن دايما المقارنة بيجي قبلها يا إز يار في الغالب كده عرفنا حاجات معلومات مهمة تمام بيجست الأكبر فالي يعني وادي ذا الألف واللام نيو يعني جديد governor rate يعني محافظة وإز يعني يكون تمام عرفنا حاجة تعال كده نكتب مع بعض let's change the color غير اللون هقول ايه نيو ايه يس نيو فالي على طول محافظة الوادي الجديد نيو فالي في اي ال ال اي واي انا طبعا قال الموضوعات وعارف ان محافظة الوادي الجديد هي اسمها نيو فالي يا نيو فالي نيو فالي ايه يبقى جوفرنوريت محافظة الوادي الجديد يبقى على طول جوفرنوريت اوكي New Valley Governorate مالها is الفعل ينزل تكون إيه the biggest الأكبر the biggest B I G G E S T في الجملة يبقى New Valley Governorate is the biggest يعني محافظة الوادي الجديد الأكبر ممكن أكتب في الآخر in Egypt في مصر عادي خالص تمام number 5 okay تمام يس جملة خبرية جملة عادية تمام people ناس كايرو القاهرة 10 10 live يعيش million يعني مليون in في governorate يعني محافظة تمام هنقول ايه احنا قرينا الكلمات وكوننا فكرة عن معنى الجملة هتكون ايه تمام نكتب 10 وربنا يسهلها ربنا هيسهل دلوقتي وهنشوف نكتب ايه 10 ايه 10 ايه ما انا بسأل نفسي يبقى 10 مليون people 10 مليون شخص يبقى 10 مليون people على طول 10 مليون يبقى احنا اصل احنا قرينا الكلمات خلاص مليون 10 مليون ايه people p e o p l e مالهم 10 مليون people ايه يس ليف بيعيشوا ال i v e بيعيشوا فين يبقى ان على طول ان بيعيشوا فين يبقى ان اي كايرو جوفرنريت ان كايرو جوفرنريت يس تمام يبقى 10 مليون بيبل ليف ان كايرو جوفرنريت حفظتها وعرفتها على طول تمام نمبر 6 ذا لاست وان هير جملة خبرية جملة عادية تمام كويس governorate محافظة square يعني مربع دمياط طبعا دي دمياط 1200 1200 is يكون كيلومترز يعني ايه كيلومتر تمام نبدأ ايه نحل مع بعض change the color نغير اللون تمام نكتب دمياط وربنا سهلها او ماي جاش هو قلب ليه على 24 ليه فجأة كده حد زعلك 24 مرة واحدة خليها 20 يا تمام دمياطة دمياطة ايه انا بسأل نفي يبقى دمياطة governate يس تمام دمياطة governate يس محافظة دمياط على طول دمياط governorate ايه مالها يبقى از تكون تكون ايه تكون ايه 1200 كيلومتر مربع يبقى از 1200 يس
سكوير الأول وبعد كده كيلومترز. سكوير كيلومترز يا كي اي ال او ام اي. مش هتكفي معايا يا نهار ابيض، اصغر خطي عشان ايه الدنيا تبقى مظبوطه معايا وما يحصلش ايه اللعبه اللي بيلعبها معايا كل بره. 100 meters اوكي تي اي ار برضو هتعملها معايا، اصغر خطي علشان ما يعملهاش معايا. اوكي ار اس الحمد لله ما عملهاش معايا. يبقى طبعا ايه نقراها تاني. The Miata governorate is 1200 square kilometers. اوكي انتهى الفيديو بتاعنا. عجبك اديها سبسكرايب، اديها لايك، اديها شير. هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله مراجعة. اشوفكم على خير. جود باي، مع السلامة.